حنا مسكن طنجة البالية، كانت سنكرو هاد الفاجعة اليوم بالليل. قال لك واحد السيد انا جارنا، انا ما كان عمر شي في طنجة البالية صراحة، انا ما كانت قهوة معاهم هنا ما حتى شي حاجة، كان سكون وصافي، ما كان عرفش هاد السيد هذا. ولكن قال لك واحد السيد قتل جوج دولادو هنا لا قدر الله وما شاء فعال، ومؤلمين وواحد تخسرنا طنجة البالية والله ما بقات صافي. دابا الانسان ملي كيقتل جوج دولادو، يعني حنا ولادنا في الزنقه تخاف عليهم، الله يحفظه صافي، هادشي ما كيفرحش. ما عندي ما نقول، والله الا مألم جوج الوليدات. قتل جوج دولادو هنا، ودا واحد معاه كان باغي في كازا، وقيلا تشعلت له مع شي واحد اللي كيدابز معاه في شي حاجه، وضربوا بالشفره ولا شي حاجه، وشبروا البوليس في كازا وقال لهم بان راني صفيت انا جوج دولادي في طنجه. والناس اللي الحومه كيقول لك اخي كيتقهوى معاهم هنايا عادي، سيد طبيعي، ما عمري شفت هذا السيد هذا مره نهائيا. هو ماشي ولد طنجه الباليه، ماشي زعما هما كارين هنا وصافي. السبب قال لك عنده اربعه وليدات. شحال السن ديالهم؟ هادو قال لك ما بين 10 سنين وواحد في عمره شي 5 سنين ولا 6 سنين. اش بغيت نقول لك؟ ماشي مبرر هذيك الكبده ديالك اصاحبي، راه تمشي تما كاين تما خدام شي بتي 9 ميزوله لك حتى واحد. نعيب لك حتى واحد شي صاحبي، سعى على وليداتك واي واحد قول له انا مع غالبني الكراه ولا شي حاجه، هي الظروف. على ما اظن المشاكل الماديه هي سبب الفقر، هو المشكل. دابا الانسان اذا سمحت لك المراه في اربعه الوليدات وهي ماشي مبرر، ولكن الله يكون في العون، راه ما تقدر تقول حتى شي حاجه. راه المهم اللي كنقول انا هو حنا مخلوعين في هاد الحومه، يعني دابا الله يحفظ